قبل المقطع يا حبايب راح تكون رابط قناة بالوصف، رابط قناة ستار يوتيوب يا حبايب اريد نوصل ل 60,000 مشترك، لان اليوم راح نبلش بها محتوى كلش خرافي. في الرابط بالوصف يا حبايب الكل يشترك بها، وانتظر فيديو اليوم راح تنزلكم بالليل. الخبر الاول اللي عدى عن قمر مار وفضيحتها النور مار. ببداية يا حبايب قمر نزل شوية ستوريات فرحانة بها انه حسابها رجع بعد ما هو تعرض للهكر، وحدث بيه كلام نوعا ما غريب. وبالبداية صارت تشكر الاشخاص اللي وفقوا وياها، وبنفس الوقت صارت تحكي على الاشخاص اللي استهزأوا بها، وصارت تبكي من الفرحة انه رجع حساب. راح تكون الستوريات. هلا حبايبي شلونكم؟ طبعا رجع الحساب، من تتخيلون الفرحة اللي أنا بيها. طبعا الحساب صار له يمكن 6 ساعات من رجع، بس ما كان يمي، كان يم شركة الانستغرام، هسه استلمت الحساب والفرحة مدو ثانية. يا جماعة أحبكم وشكرا لكل اللي وقفوا وياي. الحساب صار له أسبوع طاير، وصلت 1,000,000 كان يطول الحساب، اليوم رجع الحساب ووصلت 2,000,000 من جديد، وصلت 1,000,000 على اليوتيوب وعلى الانستغرام ورجع الحساب، وما تتخيلون الفرحة اللي أنا بيها. يعني أحبكم من كل قلبي وكلش اشتاقيت لكم. الحمد لله رجع الحساب، يعني تعبي ما راح على خالي بلاش، يعني تعب سنة ما راح الحمد لله. ما اعرف شو اقول لكم، بس انا كلش فرحانة ومشتاقه لكم كلش هواية. من كل قلبي وكلش اشتاقيت لكم. الحمد لله رجع الحساب، يعني تعبي ما راح على خالي بلاش، يعني تعب سنة ما راح الحمد لله. ما اعرف شو اقول لكم، بس انا كلش فرحانة ومشتاقه لكم كلش هواية. إن شاء الله جاتكم رجعة أقوى من قبل بهواية. أشكر شركة الإنستغرام وكل شخص ساعدني بترجيع الحساب، هواية على مكفت وياي، يعني ما أقدر أعدهم كلش هواية. يعني كل أصدقائي صراحة كلهم سويت لهم فولو وكفوا وياي وشوفوني إنهم ما كفوا. أحبكم من كل قلبي. ما أعرف شو أقول، ما أعرف هسه استلمت الحساب وده صور لكم ستوريات والفرحة من تسعني. اول ما راح الحساب كلش ما تخيل ايش قد انقهرت. يعني واحد تعبان حساب سنه كامله يروح بعد ما يقدر يتواصل ويا العالم يحبهم، سويت حساب جديد وهم وقتها طيروا لي اياه، بس الحمد لله يعني الله يحبني. ما فيش دامتش، بس الحمد لله يعني. وشكرا لكم، يعني كميه المحبه اللي شفتها من عندكم بهاي الفتره الصعبه اللي مريت بيها ما اقدر اوصفها، بس احبكم كل شيء هواي. مثل ما شفت كل شخص وقف وياي، شفت كل شخص تشمت باللي صار وياي وقال لك ها هي راحت قمر، لا قمر بعدها وعلى عناتكم باقية وراجع أقوى من قبل. وما أعرف كلش فرحان. إن شاء الله بالأيام الجاية حصور لكم شغلات، حسوي لكم مفاجآت ما تتخيلوا، وأنا حاول قدر الإمكان أقدم لكم أحلى شيء على عنات كل شخص يريدني أنه أنتهي وضايج من نجاحه من الشيء اللي أنا بيه. رح أبقى أصعد ورح أبقى أتقدم ورح يبقى اسمي فوق الحمد لله، لانه الله وياي ويعرف اني ما عندي احد ولا عندي مشكله ويا احد. وانتو وياي، انتو اكبر داعم لي، يعني من صدق قد ما احكي عنكم قليل والله كلش احبكم. وهذه يا حبايبي هي فضحات نور مار وانور مار بشكل مو طبيعي، واتوقع انه هذا السبب اللي خلاها يشيل فولو عن انور مار ومحمد بالفتره السابقه. في القصه كلها بدات يا حبايب اللي ذكر انور مار لما نزل هذا المقطع انه هو نور مار سافروا بالدبي. بهذا المقطع حطيه لقطه، ولكن واضح انه هاي اللقطه كانت مستقصده، عم تبين انه نور مار كلش مهتم بالقمر وقاعد يدخل على حسابها ويشوف انه حسابها متبند. هذا اللي خلى قمر مار يا حبايب من واضح انه اصوت من هذا الموضوع، لانهم بالحقيقه يمكن ما مهتمين ولكن يبغون هذا الشيء للناس مو اكثر. وحطت دليل على هذا الموضوع يا حباب لما نزلت هذه الستوري اليوم، انه تبعوا بين الاشخاص اللي سالوا عليها وحطت الرسائل مالتهم، اللي حطت اسو وريدر وغيرهم من الاشخاص، ولكن نور مار وانور ما كانوا من الموضوع. فكتبوا لكم انتوا اتوقع هذا السبب اللي خلاها تشيل فولو او لا. ننتقل حاليا لاحمد ابو الروب وش سوى اللي صدم هواي متابعين. فلما نزل هذا المقطع يا حبايب وعلى من خلاله انه راح يوقف محتوى الانتقاد، وذاك راح يصير ينزله على قناه الثانيه اللي هي لعيب محتوى انتقاد وغير على هذه القناه. وبنفس الوقت يا حبايب هو صار يعتذر من كل يوتيوبر اللي حاليا هم بدبي وغيرهم، يعني يمكن من الواضح انه يريد يسافر دبي فيريد يضبط علاقته وياهم. هذا اللي خلاه يعتذر من نارين بيوتي واخوها شيرو، وبنفس الوقت من نور مار ومبرهوم، وحتى احمد حسن وزينب، وسووا لهم فولو على الانستغرام ودي ينتظرهم يردوا له الفولو عمود يقلون الصلح. ولكن للاسف ان الان هو ولا واحد بهم رد له الفولو، ولكن واضح يمكن الان ما منتبهين، يمكن بس ينتبهون راح يردوا له الفولو. الصراحه حركه حلوه من احمد ابو الرب، واكيد هو راح يستمر طبعا بقناته ولكن بالفلوجات ومحتوى ثاني. واكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالحركه اللي سواها احمد ابو الرب، هل انتم وياه او لا؟ ننتقل حاليا لبيسان تيكت وتنزل هذا المقطع شادة ترقص بيه ولابسه ملابس كلش قصير، راح احط لكم اياه. خلوا
وهاي من الكومنتات يا حبايبي تهجموا عليها نفعلوا ما شئتم وعدكم مع الله وصار يتخذوا ملابسها وصار تهجموا عليها مثل ما شايفين. فكتبوا الكومنتات يا حبايبي هل استعقدت هجوم لتعرضت له او لا. وننتقل حاليا لمفاجآت اليوتيوبر. اول واحد يا حبايبي هو برهوم نعراوي وتنزل شوية ستوريات قاعد يطلب المتابعين ان يقولوا له اشاعات هم سامعيها عن نور مار اللي يرد يصور مقطع وياه. اكيد مقطع خرافي مثل المقطع اللي قبل اعطيكم الستوريات شوفوها. اوكي يا باشا بدي منكم تكتبوا لي اغبى اشاعات سمعتوها عن نور مار. اغبى اشاعة يعني ما بتتصدق تمام؟ بس انه بحس نعمل منها فيديو كيوت لذيذ. المهم اكتب اللي عندك خير. بعد نروح حبايب ناريني بيوتي وتنزل هذا الستوري قاعد تعلم خلاله انه الاغنية تشيريني بيوتي اللي هي اختها راح تنزلكم اليوم على الساعة بالستة. طبعا كده حنزل ردة فعل عليها. فكتبوا لنا حبايب بالكومنتات قاعد متحمسين لهذه الاغنية. بس والله حبايب انها صارت المقطع المقطع عجبكم قبل ما هي المقطع يا حبايب راح احطلكم رابط قناة بالوصف اتمنى الكل يشترك بها. اليوم راح انزلكم مقاطع كلش ناري عليها وبس. شانكم في هذه المقاطع من القصص. مع السلامة.